للمزيد من النقاش حول آخر تطورات المشهد في تونس يحدثنا من تونس الأستاذ ناجح الميساوي المحلل السياسي. أستاذ ناجح تحياتي لحضرتك في البداية، ودعنا نتحدث حول تداعيات المشهد السياسي في تونس، تفضل. شكرا أستاذة آية، تحية لكل المشاهدين. طبعا اليوم استأنف رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مشاوراته بشان تشكيل الحكومه الجديده المرتقبه والتي ينتظرها كل التونسيين بالنظر الى يعني صعوبه الفرق الاقتصادي والاجتماعي وايضا يعني حتى المستجدات الاخيره مثلا على مستوى تفاعل التونسيين يعني على مستوى انتظاراتهم من هذه الحكومه وكانهم يريدون التغيير فورا والقطع مع الفترات الماضية ومع ما تركته الحكومات السابقة من ربما مشاكل لم تعالج ومشاريع بقيت مفتوحة إلى حد الآن. إذن هشام المشيشي عقد العزم من خلال المشاورات التي بدأها مع الخبراء والأخصائيين وكبار الأكاديميين يعني قبل عيد الأضحى من اجل الاستئناس برايهم اضافه الى محافظ البنك المركزي يعني السابق والحالي ورئيس النقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين وعدد الحقيقه من مكونات المجتمع المدني. اليوم انطلق المشيشي مع الاحزاب وحركه النهضه وقلب تونس وكذلك التيار الديمقراطي وحركه الشعب. بطبيعه الحال هذه ابرز مكونات البرلمان التونسي. وفي تصريحه بعد اللقاء اكد محمد عبد وهو امين عام التيار الديمقراطي والوزير الحالي المكلف بمكافحه الفساد والوظيفه العموميه قال انه لمس لدى رئيس الحكومه المكلف عزما قويا على يعني الارتقاء بتونس الى مؤشرات اخرى على مستوى التنميه وتشكيل حكومه تكون توافقيه. وقال انه يعني طلب من رئيس الحكومه المكلف هشام المشيشي بان يقطع مع الممارسات السابقه وخاصه يعني الحزم في محاربه ملفات الفساد التي اطاحت في حكومه الفخاخ مع انه ما زال في دائره الشبهه الى حد الان ولم يقل القضاء كلمته في هذا المجال. اذا محمد عبو اكد ان رئيس الحكومه مكلف يعني المكلف عازم على تشكيل حكومه تحظى بالتوازن، ثم ايضا امين عام حركه الشعب المغزاوي قال ان رئيس الحكومه يعني يعد بتشكيل حكومه هي تعبر عن كل التونسيين وعن تطلعاتهم وهو ما اكده في الحقيقه رئيس الحكومه المكلف امس لدى زيارته الى مدينه الساقس للاطلاع على نشاط الميناء البحري وخاصة في ظل تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين غير النظاميين إلى إيطاليا والذين بلغ عددهم يعني 4000. طيب أستاذ ناجح، يعني السؤال الأبرز الآن في المشهد التونسي خاصة مع هذه التطورات السياسية التي تحدث على الساحة الآن، أن هناك الكثير من الأحزاب ربما يعني تعلن بشكل أساسي بأنها لن تشارك في هذه التغيرات ما دامت حركة النهضة تشارك في هذه التطورات الأخيرة. حركة النهضة وتداعيات الموقف وعدم مشاركة بعض الأحزاب في تونس الآن يعني علامة استفهام كبيرة، أليس كذلك؟ بطبيعه الحال يعني وكان هذه الاحزاب تقول ان حركه النهضه ساهمت في يعني شحن الجو السياسي وهي لن تتفاهم معها اذا كانت حركه النهضه مشاركه في الحكومه، وابرز يعني هؤلاء المعارضين حزب عبير موسي، الحزب الحر السوري طبعا. فحركه النهضه بالنسبه الى كثير من الاحزاب يعني وكأنها هي مشكلة في حد ذاتها، وعبر هؤلاء الأمناء العامون ورؤساء هذه الأحزاب عن خشيتهم من الدخول في حكومة تكون في حركة النهضة طرفا، وفي الحقيقة قد يستندون في ذلك إلى فشل بعض الوزراء في السابق في إدارة يعني شؤون وزاراتهم
وهو في الحقيقة ما قد يمثل أحد عناصر التعطيل إن صح التعبير في تشكيل هذه الحكومة. وأكيد أن حركة النهضة يعني ستضع شروطا في مفاوضاتها مع رئيس الحكومة المكلف من أجل إدراج أسماء بعض الوزراء أو إعادة الوزراء الذين أقالهم رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال الحالي رئيس الفخار. فقد تكون هناك شروط تضعها حركة النهضة، غير أن هذا في الحقيقة قد يمثل مؤشرا على انسداد ربما التوصل إلى حل بشأن تشكيل حكومة توافقية حزبية. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الحل يعني الذي يجب أن يكون حاضرا الآن في المشهد التونسي قبل تشكيل الحكومة الجديدة، فما هو الحل؟ نعم الحل هو في اعتقادي أنا كدكتور مختص في العلوم السياسية، أعتقد أن لا مناص من تشكيل حكومة مصغرة أولا، ثم يعني تكون هذه الحكومة متخصصة، حكومة تكنوقراط وتبتعد كليا عن التجاذبات الحزبية. بطبيعة الحال هناك أفق كبير لهذه الحكومة إن شكلت وحظوظ لكي تمر أمام البرلمان بطبيعة الحال، باعتباره أن النواب ليسوا مستعدين الآن لترك مواقعهم تحت قبة المجلس. فلذلك أعتقد أن المشيشي ربما من الأسلم أن يتوجه إلى حكومة كفاءات ويضمن النجاح لهذه الحكومة، باعتباره أن المرحلة الاقتصادية كما تفضلت منذ قليل في التقرير والمرحلة يعني اقتصادية اجتماعية بالأساس، هناك رهانات اجتماعية ينتظرها التونسيون، فلا بد من الابتعاد قدر الإمكان عن إملاءات الأحزاب التي عطلت نوعا ما المسار الحكومي. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ناجح الميساوي المحلل السياسي، حدثتنا هاتفيا من تونس.